السلام عليكم وأهلا بكم في خبر جديد. فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ستكون مفاجأة للجميع. وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام: لاعب مفاجأة قد ينضم للزمالك خلال الأيام القادمة، وهتكون صفقة من العيار الثقيل. وخضع لاعبو الزمالك الجدد لجلسة تصوير رسمية تابعة للنادي الأبيض الذي يستعد للإعلان رسميا عن تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل. وظهر في جلسة التصوير مسربة كل من عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينيولا لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن توصل النادي الأبيض لاتفاق مع عمر جابر ونبيل عماد دونجا في ظل رغبة الثنائي في الانضمام للأبيض للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيم نضاي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى حتى الآن رسميا.